عزمتكم الناس كل، مرحبا بكم مرة أخرى معايا في كوجين. انتي رجعت لكم كيف ما العادة، لقيت هنا عادة إن شاء الله، بروسيت بنينة وسهلة ودي زنغريديون في متناول الناس كل، موجودين نورمالمون في كل دار. وحشوش بشكوتوا اليوم إن شاء الله باش نعملوا مع بعضنا، تنجموا تعملوه للعيد إن شاء الله، للسهرية للعشوية للصبحية للي تحبوا أنتم، حسيلوا وتزينوه على طريقتكم. تنجموا حتى كان يجيكم حد ترشوه بسكر محاورة كهو، يعني يحضر في رمشتعين ما في حد شيء. ما نطولش عليكم أكثر من هكا، خليكم تدخلوا معايا الكوجينة وتكتشفوا الرسيت. أما ما تنسيوش تخليوا جيم وكومنتير، تخليوا لي رايكم، خاطر رايكم يهمني ويشجعني ويخليني ديما نرجع لكم بالساهل والبنين والحاجات الناجحة وفي متناول الناس كل. يلا نمشيوا مع بعضنا، نتوكلوا على ربي ونبداو. كما تشوفوا هنا في الزنغريديون تاعنا عندنا حسب التقريب 500 غرام فارينة، عليهم كعبتين عظم، هنا عندنا 100 غرام سكر، سكر عادي، 100 مليلتر حليب، 130 مليلتر زيت نباتي، وشطر كعبة خميرة متاع جاتو، يعني 70-80 غرام. أول حاجة نعملها بسم الله نفقص كعبتين العظام متاعي، ما يهمش كان نركضهم بيدينا ولا بالميكسور، نبدا نركض بشوي بشوي، نبدا نصب عليهم في السكر اللي هو 100 غرام سكر ونخلطهم فعليه بشوي بشوي حتى نكمل الكونتيتي نتاع السكر الكل. وبشوية نبدا نصب في الحليب اون باراليل، زاد نحركو كيما قلت لكم، تنجمو تعملو حتى بالباتور يعني الالكتريك كيما تحب. نزيدوهم بسم الله الزيت مع بعضهم كل، نكملو نصبو الخميرة بسم الله. هنا بشوية بشوية باش نبدا بسم الله نصب في الفارينة ونخلط بشوية بشوية، يمكن نستعملهم الكل 500 يمكن لا، تنوريكم كيفاش يلزمها تولي البات بشوية بشوية ونخلط، ما فيها حتى شيء الحكاية كيما تراو، بس اللي يظهرلي من هكا ما فهمناش. حتى توصل المرحلة ما عادش نجم نحرك هكا، وقتها يلزمني ندخل بداية، معناتها نلم بداية كيما تراو فيها خاطر ما عادش طاوع، وقتها باش نولي كيما قلت لكم نعملو بيدينا. وباش نحطها فوق الكونتوار باش نجم نخدم مخير بسم الله. حطيت شويه فرينه زاد الغادي من الفرينه اللي عندي ديما باش نبقى نستعمل فيها حتى للي تتلم البات نتاعي تولي تريه، معناتها نبقى نزيد بشويه بشويه كما قلت لكم حتى للي تولي لي عجينه ملمومه. تاعنا كيفاش طرات ما شاء الله، كملت الفارينة الكل يعني 500 غرام فارينة، توا باش نحطها ترتاح مدة نص ساعة يعني 30 دقيقة هكاك حسب التقريب، تنجمو بين 10 دقائق 30 دقيقة، هذه ما تستحقش برشا معناتها باش ترتاح، تحطها في الفريجيدير ونرجع لكم ان شاء الله نكملوها مع بعض. هذه البات تاعنا ارتاحت كيما قلت لكم شوية، جبتها توا باش نحلها، تراو فيها ما شاء الله طرية محلاها حسيلة ومخدومة، حتى على الكونتوار و ميم طون نجيب البلاتو متاعي فوقو بابي كويسون نحطو على جناب بغادي باش نجم نحط فيه، باش نحاول نقسم شوية ما تستحقش باش تعاود تخدم هي، جوست باش نشكلها توا و كهو.
كما قلت لكم بسم الله باش نحاول نشكلها، ناخو دي ترونش دي ترونش كيما هكايا باش نجم نخدمهم نسهل على روحي. باش نوريكم كيفاش نعمل. ناخو بول كيف من هذه، نحاول ناخذهم كل قد قد، كان عنا ميزان نجم ونوزنو بيه ونحطها فوق. نحاول نخليها هكا اوفال طويله شوي فوق هكا البابي كويسون، ونكمل هكاك كيما قلت لكم. تنجموا نتوما توزنوا كان عندكم ميزان، انا باش نخدم بعيني ميزاني حسب التقريب. نكعبرها ونحطها بجنب الاخرى فوق بابي كويسون، جست نحاول شويه هكا نطبقها ونجيبها شويه اوفال شويه. نكملوا بالطريقه هذيك. ان شاء الله يكون واضح ومفهوم. هذوما لي بول نتاعنا كيما تشوفوا فيهم اللي كعبرتهم على عينيكم. تنجموا تخليوهم يعني مكعبرين مستويين، مش لازم تحلهم اوفال، وتحطوهم فوق البلاتو دوب ما نمسهم هكا شويه باش تهبط الكعبه. ونحطوهم حاله الفور 180 درجه ونخليهم يتيبوا مده 20 دقيقه ونرجعوا مع بعضنا ان شاء الله نشوفوا الريزلت شنو عطى. هذوما كعبات البسكويت نتاعي حضروا كما تراو فيهم، اعملي طبق هذايا وطبق اصغر منه بشويه. يجيو هكايا راهم شقين مش معناتها مهلوكين، طيبين امورهم سانك سانك يعني عادي هما التشقيق هذاك نتاعهم. مزدت ما زينتهمش مش زينهم توا، ديجا كلوني منهم كعبات وعاودوا ما شاء الله، معناتها راهو بنين وراهي حاجه عجبتهم على الاخر مادام عاودوا الاولى والثانيه والثالثه ما غير الشوكولاته لا حتى شيء. هكا هاو هاني باش نزينهم توا ونوريكم انا طريقتي، وانتم زينوا كيما تحبوا وباللي زانكاديون اللي عندكم. نزينهم بطريقه سامبل كما تراو، جست نغطسها شويه في الشوكولاته من فوق ونخليها من لوطه، مش باش نحطها الكل باش تقعد لافورم نتاع البسكويت. كما قلت لكم انتم كما تحبوا حسينوا زينوا بالطريقه اللي تعجبكم. ذوبت شوكولاته عاديه يعني زاد الشوكولاته، نجموا تختاروا انتم اللي تحبوا ونحطها عادي وكذا. كم بالطريقة هذيك نرش عليها شوية لوز، كان عندكم شوية بيستاك بني عندكم كما قلت لكم بالطريقة اللي تعجبكم. انا كما وريتكم زينت بالطريقه هذيك، بيان سور انتم كما قلت لكم زينوا كما تحبوا، تنجموا تغطسوهم الكل في الشوكولاته كما تنجموا تعملوا زاده سكر محاور رشه معناتها نتاع سكر محاور اللي ساعدكم انتم واللي عندكم معناتها في الدار. فو اللي هي ريسيت سهله على الاخر ولي زانغريديون تاعها ما تكلفش، يعني تنجموا زاده دلوها شويه يعني ما فيها بيس وتقدموها على طريقتكم. البنة نضمنها لكم 100% راهي بنينة على الاخر. ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تكون مفهومة وواضحة عليكم كان تجربوها. وكما العاد ترحموا لي على والدي، وما تنساوش تخليوا جيم وتخليوا كومنتير وتخليوا لي رايكم، خاطر بالحق رايكم يهمني. وهكاك نرجع لكم ديما ان شاء الله بالساهل والبنين واللي في متناول الناس كل ان شاء الله. واللي مازال ماهيش ابوني قولها ابونيفو 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 باش يوصلكم جديد بقدة ربي. وديما هكاك انا نشجع زادة ونرجع لكم ان شاء الله بجديد على بروشين ان شاء الله.
في فيديو جديد. قدرة ربي إن شاء الله.